المشاهدين الكرام على قناة الإرث النبوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كنوز الإرث. معنا شخصية جديدة ومعلومات جديدة من القرآن الكريم وأيضا سؤال خصيص لكم. هذه المعلومات التي كنا نعرفها عن مقدمة ابن خلدون، ووصلنا الآن إلى السؤال المنتظر. السؤال يقول: معنا لك سؤال، تفضل. معنا سؤال بسيط. تمام، سؤال بسيط صح؟ سؤال بسيط لكن جوابه مدري كيف. معنا لك سؤال في هذه الفقرة وفي هذه الحلقة عن الصحابي الجليل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. سعد بن أبي وقاص هو صحابي جليل. اسمه عبد الغفار منونكا من زامبيا. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Kita di برنامج كنوز الأرث على الأرث النبوي. حياكم. حياكم الله. حياكم الله، الله يسلمك. شرفتونا. رمضان الحمد لله نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ما شاء الله كما ترون، فيا نعمة من أيام رمضان. وصلنا الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة، وهي فقرة من القرآن الكريم. في هذه الفقرة سوف نتحدث عن المعوذتين. سورة الكافرون والإخلاص تسمى بالمقشقشتان، فما معناها؟ مقشقشتان أول مرة تمر علي المعلومة دي. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. أيضا سؤال خصيص لكم في نهاية هذه الحلقة. ووصلنا الآن إلى السؤال، والسؤال يقول: استقبل الإجابات المختلفة منكم عبر التعليق في البث المباشر لهذه الحلقات في السوشيال ميديا عبر صفحتي الفيسبوك واليوتيوب الخاصة بقناة الإرث النبوي. وجودكم هنا عندنا هو شرف لنا. الله يسلمك. كنوز الإرث مع عبد الرحمن بن صميط يأتيكم بإذن الله يومياً في الأوقات التالية.